بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. خطوات هامة جدا من مركز التطوير التكنولوجي لإعداد التابلت الامتحان، هم 6 خطوات كل واحد يتأكد ان هو عملهم في التابلت بتاعه علشان تتأكد تماما من جاهزية التابلت الامتحان وما يتعبكش في اي حاجة، وكمان حاجات كتير هتساعدك في برنامج الرياضة، وكمان استخدام تقسيم الشاشة، يعني كل حاجة انت عايزها هتلاقيها ايه موجودة في الخطوات دي. اول خطوة معانا بيقول لي اول حاجة هتفتح مستعرض جوجل كروم، تمام، هتضغط على الـ3 نقط اللي احنا عارفينهم اللي بيبقوا على الشمال او اليمين على حسب اللغة، بعدين اختار الاعدادات اللي هي السيتنجز طبعا، بعدين الخصوصية اللي هي برايفسي، يبقى سيتنجز بعدين برايفسي، وبعد كده اتعلم على كل الاختيارات، يعني اتعلم عليها انك انت فعلتها، تمام. طيب بعدين بعد ما تفعل العلامات هتعمل مسح لبيانات المستعرض كله، يعني جميع الاوقات، استخدم كلمة جميع الاوقات، تمام، وبعدين نضغط على محو البيانات. بعد ما ضغطت على محو البيانات اوعى تنسى انك ترجع خطوة للخلف وبعدين احذف، تعمل عملية رجوع يعني، وتحذف العلامة اللي هي من امام المتصفح الامن علشان يرجع يستقبل الامتحانات، تمام. دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية اول حاجة اللي هو هنشتغل على برنامج نوكس لازم يكون 19.11، فانت اول حاجة هتعملها هتحدد البرنامج بتاع النوكس، بعدين هتضغط عليه، هتلاقي طبعا مكتوب عليه اسم المدرسة، تضغط على الـ3 شرطات اللي هم بنضغط عليهم كل مرة، ومنها هنختار كلمة about، هندوس عليها، وبعدين نبص على رقم النوكس نشوفه كام. طبعا ان كان نفس الرقم 19.11 يبقى كده تمام والاندرويد فل وتمام، اما ان كان اقل من كده 19.10 18.11 مثلا، يبقى كده هترجع لمدرس التكنولوجيا او اخصائي التكنولوجيا بالمدرسة علشان يظبط لك الرقم بتاعه على التحديث الجديد، تمام. الخطوة الثالثة اول حاجة عايزين نطول زمن فتح الشاشة عشان مش كل شوية يقفل منك وانت بتحل في اللجنة، تمام. هتروح عامل ايه بقى؟ هتضغط على التطبيقات وبعدين الاعدادات وبعدين الشاشة وبعدين زمن التوقف، ومن زمن التوقف هتخليها نص ساعة. اللي عامله انجليش يبقى الابليكيشنز، بعدين السيتنجز، بعدين نظام العرض اللي هو الديسبلاي، بعدين سكرين اللي هو ضبط الشاشة، بعدين تخليها 20 دقيقة 30 دقيقة ساعة زي ما انت عايز بقى على حسب الوقت اللي انت عايزه، تمام. طيب بعدين الخطوة الرابعة التأكد من نزول برنامج الجبر اللي هو الجوجبرا. طبعا اول حاجة بيقول الطالبات اللاتي لم يتم تحميل البرنامج لديهم بشكل تلقائي هيتبع الخطوات الاتية، ده لو هو مش عندك، تمام. هتدخل على النوكس، بعدين هتضغط على الـ3 شرطات اللي احنا عارفينهم، بعدين هتختار ابليكيشن ستور، بعدها هنعمل داونلود ويس اللي هو اكسبت يعني اللي هو القبول، وبعدين هيظهر لك رسالة Installing Applications Please Wait اللي هي تنزيل البرنامج وانتظر يعني، وبعدين يبدأ ينزل عندك الايه البرنامج. فانت لازم تتأكد من وجود البرنامج ده علشان تعرف تحل مسائل الجبر، حتى لو كانت اختيارات كلها زي ما هم قالوا ان الامتحانات هتبقى اختيارات، بس برضو تأكيد لي ممكن تيجي حاجة كده ولا كده، فانت ما تقولش يا ريتني وقتها، تمام. الخطوة اللي بعد كده الخطوة الخامسة اللغة بقى، ضبط اللغة على الجهاز سواء كنت عايزها انجليش عربي فرنش الماني. طبعا هتضغط على التطبيقات وبعدين الضبط وبعدين الادارة العامة اللي هي الجنرال مانجمنت، بعدين اللغة والادخال اللي هي لانجوج اند انبوت. هنضغط على اللغة، بعدين هتختار اضافة لغة، تختار الانجليزي، بعدين هنختار الامريكي طبعا يونايتد كينجدوم، بعدين ثم ضبط كلغة افتراضية اللي هي ايه سي ديفولت، وبعدين هتختار اللغة العربية، وبعدين مصر علشان تبقى، ثم يبقى اللغة الحالية اللي هي الكيبي كارنت علشان يبقى معاك الاثنين. لو عايز تختار الفرنسي بقى هتختار فرانسيس بعدين فرنسا بعدين ابقاء اللغة الحالية بنفس الطريقة. عايز الماني وهتختار ديتش بعدين ديتشلاند بعدين ابقاء برضو اللغة الايه الحالية، وده خاص بالناس اللي هم واخدين ايه الماني، وده خاص بالناس اللي واخدين في فرنسي كده يعني على حسب،
تمام، ولو ايطالي برضه هيبقى بنفس الايه الطريقه، هم طبعا ادرى باللغه الايطاليه. الخطوه السادسه، عايز تقسم الشاشه. هنقسم الشاشه لقسمين بقى، اول حاجه هتضغط على التطبيقات، بعدين الضبط، بعدين هتختار الميزات المتقدمه، لو انت عربي، لو انت انجلش هتبقى ادفانسد فيتشرز، بعدين اطارات متعدده اللي هي المالتي ويندو، بعدين الضغط على مفتاح اجراء متعلق بعرض تقسيم الشاشه اللي هو سبليت سكرين فيو اكشنز، دي انقسام او انشطار، هيصبح مفعل لو انت ضغطت على اون، وبذلك يتيح اكثر لك عرض، يعني زي اللي انت عايز تفتح كذا حاجه في نفس الايه في نفس الوقت. تمام. طيب في النهايه بقى اتاكد ان الاندرويد بتاعك 8، تضغط على الابلكيشنز تطبيقات، بعدين سيتنجز الضبط، بعدين اباوت تابلت او حول الجهاز لو انت عربي، هتختار بقى المعلومات البرنامج السوفت وير انفورميشن، وتختار اللي هي ايه، هتبقى اندرويد 8 واللي هو الاندرويد فيرجن يعني بتاعه، بعدين اول اصدار بتاع ايه 8. ولو حد عنده اي مشكله هيضطر يروح لميل اخصائي التعليم علشان يحدث له او يطور له نظام الفيرجن بتاعه او الاندرويد بتاعه. تمام. في اي مشاكل يبقى قدامك اخصائي تكنولوجيا التعليم في المدرسه، ولازم برضو تتاكد من ازاله اي باسورد، قلنا الكلام ده قبل كده، او نفس الحروف او الارقام، وتاكد اخيرا من شحن البطاريه علشان يبقى الموضوع تماما تماما، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الجميع وتجيبوا اعلى الدرجات والنجاح ان شاء الله باذن الله للجميع. دي كانت كل حاجه، اللي عايز الخطوات دي هسيب لكم رابط تحت الفيديو فيها كل الخطوات اللي انتوا عايزينها، يعني هي اللي انا قلتها دي، عشان لو حد نسي حاجه او كده يلاقيها في الرابط اللي تحت الفيديو. بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.